يقول السائل: هل مرتكب الكبائر خارج عن منهج السلف؟ وما قول فضيلتكم في النصوص التي فيها إدخال الله الجنة لأقوام في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان؟ أصحاب الكبائر التي دون الشرك هؤلاء لا يخرجون من الإسلام، لكن يكونون فساق ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، ومتوعدون بالوعيد الشديد، وهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم تحت المشيئة، ولا نكفرهم بالكبائر التي هو دون الشرك. وش بقية السؤال؟